الاعتقال ما انا كيبان لي ما عنده باش ما عد ما كي ما غيكون حتى شي تاثير على المجلس. كان الرئيس السابق كان غالي توا باش ما نقروش، يعني المدينه في الوقت ديالو يعني راه فجع، هو راه كانت نقدر نقول لك شبه قرويه، يعني راه زادت بزاف في العهد ديالو. وقعوا يعني اشكالات ما عنديش معطيات دقيقه عليها، واش سوء تسير ولا يعني سوء تدبير ديال المرفق وديال الحويجات اللي ممكن تكون قانونيه، واش تغافلوا عليها. يعني كان داكشي سميتو غير ما انتبهوش ليه، او لا كانت النيه مبيته، انا لا اظن نيه مبيته كاينه. المهم كان ما يعني غفلوا بحال ما مشاوش ما هو قانوني. لا ما عنديش شي معطي دقيق باش نقدر نفسر هاد الامور كيفاش هذا. وجا هاد الرئيس الجديد يعني جا باغي يخدم، يعني مزيان هاد الدماء الجدل كتكون من كتكون داخلك تدخل بواحد النفس جديد، بواحد الشحنه، يعني خاصو يبين المدينه. وهذا الشيء راه شفتوه، راه تنزلت بزاف ديال المشاريع وغادي المشاريع غتنزل. هذا الشيء هذا هو الهدف اللي بغينا حنا نوصلوا ليه. المهم حنا غاديين فيه، ما كاينش شي مشاريع واقفه، كاينه مشاريع جديده كدار على حساب التطورات ديال المدينه وعلى حساب يعني النمو الديموغرافي، وهذا هو اللي كيخلينا ديما كنشتغلوا. يعني كيجي المجلس اي مجلس من كيجي المجلس السابقه كيشتغلوا يعني داك الوقيته ديالهم، وشنو كاين اشنو حيت اللي كيخلي بعض المرات شي مشاريع توقع يعني ما تدارش، يعني بحكم كان الاعتمادات الماليه ما كايناش. هذا الشيء خصو يعرفوا حتى المواطن ويعرفوا، هذا ماشي راه بزاف يعني المطالب، يعني المدينه خاصه بزاف، ولكن هاد خاص الفلوس باش ندير دوك المشاريع. من كتاح لنا الفرصه ديال كاينين اعتمادات ماليه اللي ممكن نرصدوها لهاد المشاريع راه كنديروها. والدليل هو يعني في بدايه الولايه ديالنا اللي حنا يعني حنا ملتحقين جدد بهذا المجلس المحترم وبجامعه بوزنيقه. اول حاجه خدمنا على الاسواق القرب اللي كانت كتفتقر لهم المدينه، وكان مطلب ديال السكينه خدمنا عليها. دابا راه كيف ما قلت من قبل بان راه في طور انجاز واحد جوج، والثالث راه في الطريق. مليئة بالقرب اللي كان عندنا شي جوج ولا ثلاثه، يعني دابا راه غيوليو واحد في المجموع، دابا خمسه راه تفتح طلب عروض عليهم. هادشي كنديرو، يعني كاين غادي يعاوننا حتى هاد التظاهرة ان شاء الله بحول الله ديال كاس العالم اللي غتكون في المغرب ديال 2030. دونك يعني غادي خاص بزاف ديال المشاريع تم التنزيل ديالها على الارض قبل التظاهر. دونك يعني نخدموا في هذه الولايه راه غتمشي الامور مزيان. الدوله يعني فاتحه اوراق كبيره يعني في مدينه بوزنيقه، يعني في الضواحي وفي هذا، وهذا الشيء كامل غيكون كيصب في المصلحه ديال مدينه بوزنيقه.